تقرير أممي يفتح النار على فساد ميليشيا الحوثي إيرادات الجمارك إيرادات بمليارات الدولارات من تحصيل أتاوات الجمارك في الموانئ والشركات وواردات الوقود الإيراني تهريب وتزوير ونهب المساعدات الإنسانية فهل تقف الميليشيا موقفا مساءل بعد كل هذه الجرائم بحق اليمنيين؟ كشف تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة لعام 2018 في جزء منه عن فساد مهول مارسته ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، وأشار التقرير إلى أن الحوثيين يستخدمون ملف الاستيراد النفطي والسوق السوداء لتمويل المجهود الحربي وكشف التقرير عن ارقام كبيره يجبيها الحوثيون من رسوم تراخيص شركات الاتصالات وسوق النفط السوداء التي تدر ما قيمته عشره اضعاف البيع العادي واشار التقرير الى تورط شركات ايرانيه تعمل على ايصال شحنات نفط من ايران للحوثيين بطرق تحايليه كشفها التقرير كل هذا يحدث والبلد تعيش ظروفا اقتصاديه صعبه جراء الحرب التي تسبب بها الحوثيون في معظم البلاد. لم يقف الفساد عند هذا الحد، بل وصل حد المتاجره بالمعونات الانسانيه التي تقدمها المنظمات الدوليه. وهو الامر الذي كشفه ايضا تقرير لجنه الخبراء والذي سنناقشه اليوم. تقرير اممي يسلط الضوء على فساد الحوثيين في الجانب الاقتصادي وتمويل الحرب. التقرير خصص فصلا كاملا عن فساد الحوثيين المالي، وافتتح ذلك بالإيرادات التي يقبضها الحوثيون كرسوم تجديد تراخيص من الشركات الكبيرة كشركات الاتصالات والتبغ، والتي تبلغ سنويا أكثر من 407 مليارات ريال. أما ملف السوق السوداء، فقد ذكر التقرير أن إيرادات الحوثيين منه بلغت عشرة أضعاف القيمة العادية، فمن اتفاق واحد بين شركة كمران وشركة اكسترا بتروليوم يجني الحوثيون شهريا ما يعادل 24 مليون دولار بحسب التقرير، هذا فضلا عن 52 شركة نفطية منحها الحوثيون تراخيص استيراد وقود منذ استيلائهم على السلطة في 2014، وعلى ذكر الفساد النفطي عرج التقرير ولاول مرة على قضية مقتل الصحفي محمد العبسي حيث أورد التقرير أن العبسي قتل أثناء قيامه بإعداد تقرير استقصائي حول تورط قادة حوثيين في صفقات فساد نفطية، منها شركة يمتلكها القيادي الحوثي محمد عبد السلام وشركة أخرى يملكها المقرب من الحوثيين دغسان محمد دغسان. يستمر الحوثيون في تحصيل الإتاوات الجمركية من الموانئ الخاضعة لسيطرتهم في الحديدة والصليف. واستحداث جمرك إضافي في ذمار لفرض إتاوات على البضائع التي تم استيرادها من الموانئ التابعة للحكومة الشرعية. الملف الإغاثي هو الآخر يعج بالفساد داخل أروقة الميليشيا، حيث أشار التقرير إلى أن طلب الحوثيين من المنظمات الإغاثية استبدال المعونات العينية بمبالغ نقدية قد يؤدي إلى تسهيل التلاعب بهذه المساعدات. لا سيما بعد تقرير برنامج الغذاء العالمي الذي اتهم الحوثيين بنهب المساعدات التابعه له في مناطقهم، وأضاف التقرير بأن الفساد في الملف الإغاثي يشمل أيضا الحكومة الشرعية والتي تنفذ أنشطتها في المناطق المحررة، إذا فساد بالجملة واقتصاد حرب يديره الحوثيون لتمويل حربهم المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات. في الوقت الذي وصل فيه الناس الى وضع معيشي اصبحوا يموتون فيه من الجوع بعد ان كانوا يقولون لا احد يموت من الجوع. مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه سيكون معنا الصحفي والناشط الحقوقي الاستاذ محمد الاحمدي هنا في الاستوديو كما سينضم الينا لاحقا الدكتور محمد ازوبه الخبير الاقتصادي عبر الاقمار الاصطناعيه من عدن. بداية مساء الخير أستاذ محمد مساء الخيرات أخت آسيا أهلا, أهلاً بك أهلا بك إذا مسلسل النهب الذي تمارسه الميليشيا والذي كشفه التقرير لجنة الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة من فرض جباية وجمارك لتهريب وقود إيراني ونهب المساعدات أيضا الإنسانية كل هذا أستاذ محمد كيف أثر على وضع البلاد برأيك؟ شكرا جزيلا في الحقيقه اولا هذا التقرير وجزء من المستندات الامميه التي توثق او تسلط الضوء على الحاله اليمنية وهو في الحقيقه تقرير على غايه من على مستوى من الاهميه لانه سيقدم بالطبع الى مجلس الامن او قدم الى مجلس الامن وايضا ختم او ذيل بمجموعه من التوصيات التي من المحتمل ايضا أن يتم العمل عليها في الحقيقة التقرير أشار إلى جملة من الإشكاليات التي فيها انتهاكات لقرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتطرق بشكل مفصل إلى جوانب الفساد وعمليات النهب المنظم لموارد البلاد ومن قبل ميليشيا الحوثيين وأشار أيضا حتى إلى الفساد من طرف الحكومة الشرعية لكنه تحصل على وثائق دامغة فيما يتعلق بفساد الميليشيا الحوثية وسيطرتها أو استيلائها على الموارد سواء ما يتعلق برسوم التي تتحصلها الميليشيا الحوثية من شبكات الاتصالات السلكيه واللاسلكيه وغيرها او الرسوم الجمركيه او ايضا الملايين الدولارات التي تتحصل عليها الميليشيا الحوثيه من عائدات الوقود سواء الوقود المحلي او الوقود الذي يتم الحصول عليه باسماء شركات وهميه من ايران طبعا. وكل هذه الموارد التي تتحصل عليها الميليشيا الحوثيه وهي موارد ماليه هائله تذهب بطبيعه الحال الى تمويل حروب هذه الميليشيا الفاشيه على المجتمع اليمني واستمرارها في اختطاف الدوله وفي المجتمع اليمني وابقاء اليمنيين رهن الجوع والحرمان من ابسط حقوقهم خصوصا في مناطق الكثافه السكانيه التي لا تزال تحت سيطره الميليشيا الحوثيه. من هنا يتأكد لنا مرة أخرى كما كنا نتحدث دائما وحتى في برنامجكم المساء اليمني عن أن الميليشيا الحوثية تستخدم التجويع بحق اليمنيين كأداة من أدوات محاولة إرضاخ المجتمع للقبول بسلطتها القمعية الإنقلابية غير الشرعية وفي نفس الوقت معاقبه المجتمع اليمني على عدم أو على رفضه لسلطه هذه الميليشيا الانقلابيه في البلاد نعم اذا استاذ محمد ربما بدأت حديثك تحدثت عن ان هذا التقرير ارفق بعض التوصيات ما هي ابرز تلك التوصيات التي وردت مئات التقرير في الحقيقه يعني التقرير اشار الى جمله من التوصيات في مقدمتها الحديث عن ضروره ان ان يصدر عن مجلس الامن بيان رئاسي او قرار يتضمن او يذكر الحكومه اليمنيه والاطراف في اليمن بواجباتها والتزاماتها في مكافحه الفساد وانه باعتبار ان الفساد يشكل خطرا يتهدد السلام والامن الاقليمي وامن اليمن والدولي وان الجناه المتورطين في عمليات الفساد قد ينطبق عليهم معايير تحديد الجهات الخاضعه للجزاءات بموجب قرارات مجلس الامن الخاصه باليمن وايضا يحث ميليشيا الحوثيين على ضروره الالتزام بمبدا الشفافيه والاستقلال والنزاهه وهم ابعد ما يكونون عن هذه المبادئ وهذه القيم التي يفرضها القانون الدولي الانساني في اثناء النزاعات وايضا يتحدث عن ضروره ان يكون هناك اهتمام بما يتعلق بالاثار والتحف التي يتحدث التقرير ايضا عن أه وجود آه اثار وتحف حسنا. لدى كتائب ابو العباس وانه من المفترض ان يكون للحكومه اليمنيه جهود في هذا السياق لاستعاده هذه الاثار، في السابق ايضا كان هناك بالمناسبه حديث عن آه اثار تم تهريبها تم تهريبها من طرف الميليشيا الحوثيين وان هذه الاثار ايضا تمثل أحد الموارد المالية الضخمة لميليشيا الحوثيين، وكان هناك مطالبات بضرورة وضع حد لعملية الاتجار بآثار اليمن، وأيضا كان هناك مقترحات أو ضمن التوصيات التي أشار إليها التقرير ان يكون هناك تنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فيما يتعلق بتعزيز دور المؤسسات الماليه في البلاد بالعمل علي وضع اليات تسهل عمليه استيراد السلع وتحول دون استمرار العراقيل التي حدثت خلال الفتره الماضيه وايضا كان هناك حديث عن ضروره ان يكون هناك مزيد من الاجراءات في مساله التفتيش او اليه الامم المتحده للتفتيش في الموانئ باعتبار ان التقرير اشار ايضا الى وجود يعني عدد من الشحنات التي أرسلت إلى ميليشيا الحوثيين واستخدامها في تمويل الحرب وفي ذلك انتهاك واضح نعم لقرارات ده. بما يتعلق بمعايير لجنة الجزاءات وبالتالي كان هناك أيضا حديث عن توصيات أخرى تتعلق بمسألة توريد الأسلحة لميليشيا الحوثيين و. ما يتعلق ايضا بالحصول على اي نوع من المساعده في القدرات العسكريه لانه تحدث ايضا عن مساله التقنيات التي تستخدمها ميليشيا الحوثيين في الطائرات المسيره وتطوير هذه القدرات وعن وجود خبراء ايرانيين ودعم ايراني لتطوير هذه القدرات التي شاهدنا في السنه الاخيره تحديدا. قيام ميليشيا الحوثيين بارسال طائرات مسيره الى مناطق او الى الى اماكن بعيده بما في ذلك كما اشار التقرير نفسه استهداف مطار ابو ظبي او مناطق في ابو ظبي ودبي وفي الرياض ايضا بطائرات مسيره من طرف نعم. ميليشيا الحوثيين اذا استاذ محمد ينضم معنا ايضا الدكتور محمد ازوب الخبير الاقتصادي عبر الاقمار الاصطناعيه من عدن مساء الخير دكتور محمد مساء النور العافيه نعم، هل تسمعني جيدا؟ أه، تفضلي واصلي. نعم، إذا دكتور محمد ما تحدثت به سابقا في أكثر من مناسبة معنا هنا في برنامج المساء اليمني يأتي اليوم معززا بشهادة دولية من فريق الخبراء حول استيراد ميليشيا الحوثي الوقود وجباية الأموال الباهظة ولتمويل حروبهم، برأيك ما قيمة مثل هذه المعلومات الآن استنادا لمصادرها؟ آه شكرا جزيلا على الاستضافة أول آه وفرصة آه سعيدة أن أظهر آه لأول مرة على القناة أهلا آه بلقيس آه مباشر يعني آه في الحقيقة الواضح أنه لجان الأمم المتحدة تأتي متأخرا لأنه آه سبق منذ حوالي سنتين أو أكثر و وكما أنت تكلمتي واطلعتي أنه آه أنا طرحت أنه الحوثي يستلم كميات من المشتقات النفطية يوميا تأتي إليه تصل كمياتها ما بين 40 إلى 50 ألف بالميل ويتم تفريغها في في مواني نعم تصل إليه من إيران وهذا الكميات في الأساس أنا وجهة نظري أن هي العصب الرئيسي ل وجود ونجاح الحوثي في استمرار في الحرب والانقلاب في اليمن ولهذا كان كان يفترض منذ ان بدانا نتحدث عن هذا الاختراق الذي جرى منذ حوالي من بدايه الحرب يعني انه الامم المتحده يعني تحقق من ذلك الحين وتوصل الى النتائج التي وصلت اليها اليوم ولكن بالرغم انه الـ 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 التقرير يعني في الاخير هو بيتحدث عن ارقام و... وانا اعتقد ان الارقام حقيقه متحفظ عليها كثير لانه انا رجل نفط و... و... وافهم كثير في النفط و... و 25 سنه من الخبره في مجال النفط وبالتالي اعتقد حتى لما طالعنا على التقارير اعتقد انه كانت تقارير المتحده تقارير متحفظه <applause> ولم تصل الى ما يمكن ان نقول انه بالفعل هذا هو الواقع لانه اعتقد انه مجموعه الحوثي وجماعه الحوثي تحصل على الكميات هذا باستمرار وايضا لا يقل يعني لو, لو تحدثنا بلغه الارقام دكتور محمد نعم يعني ما هي المبالغ إذن التي يتحصل عليها وانت تتحدث عن تقريباً 40 إلى 50 ألف برميل يومياً يعني في التقرير يتحدث عن متوسط شهر يبلغ 24 مليون دولار أنا أعتقد أنه هم هم بيشتغل ما هو أنا كنت أشتغل لهذا النقطة أنه نعم آه الـ الـ الجماعة بيعملوا تقريباً من حوالي 5 مليون إلى 7 مليون دولار يومياً يعني بالريال اليمني تقريباً حوالي آه بسعر الصرف اليوم في السوق حوالي 4 مليار ريال يمني يعني مليار تقريبا اكثر من ستة, يعني ستة اضعاف يعني. من الرقم الذي اعلنته الامم المتحده اكيد اكيد ولهذا انا بقول هذا ليش لماذا؟ لانه واضح انه كميه الضخ الذي موجود في السوق واضحه يعني انا الذي استغرب انه الامم المتحده هي احد ادوات بالرغم ان هي التي كتبت التقرير الامم المتحده ولكن انا استطيع اثبت للجمهور وللشعب ولل... اليمني انه الامم المتحده هي جزء حقيقه من هذا المصيبه ومن هذا المؤامر كيف كيف استاذ يعني دكتور محمد؟ هم يعلمون هل ذلك يا سيدتي الأ... الاعلام التي الاعلام التي ترفع على المراكب او الشحنات هي اعلام يعني اعلام دول التحالف هذا اولا يعني ثانيا هي بالسطر من معظمها من جبل علي يعني في ميناء دبي يعني ميناء دبي هو الـ الـ هو المنفذ المنفذ الفعلي هما تجار وناقلي تجار وناقلي ميناء جبل علي في في في, في دبي يعني وهذا السؤال يعني برسم التحالف وبالذات رسم الاخوه في الامارات العربيه يعني كيف يتم يعني نقل هذه الكميات باستمرار بشهايد منفست بشهايد منفست نعم وسبقت وقلت هذا الكلام طبعا المعلومات الليله هذه معلومات جديده انه انه التحالف يعلم بالكميات التي بتنقل لانه عندما بتنقل الامم المتحده بتفتش وبتفتش الصهاريج وبيمر من امامهم وانا اعتقد انه فاهمين انه المنفست الذي بيطلع من دبي هو منفست مزور زي ما يعني هم في الاخير هم اعترفوا الامم المتحده اعترفت انه الحوثي يستخدم شركات وعندلنا. وهميه وارصده وهميه وبيعمل على يعني ال ادماج هذا في في اوراق يعني مزوره واثبت التقرير انه هناك تزوير طيب التزوير فين يعني احنا طيب معارف اذا دكتور محمد يعني هلا يعني الصناعه النفطيه يعني نعم اذا أه هلا حليت لنا هذا اللغز دكتور محمد يعني تقول ان هناك مراكب باعلام التحالف التحالف يعني ياتي من تاتي الشحنات من جبل علي في الامارات الولايات المتحده تقول بانها ايضا تتستر وما تقريرها الا يظهر جزء بسيط من الفساد يعني يتحدث عن 24 قرابه 24 مليون شهريا. وأنت يعني تتحدث عن ما يصل إلى 150 مليون شهريا، يعني كل هذا التواطؤ ما تفسيره؟ يعني لما التحالف إذا يحارب في اليمن ويخسر كل ذلك وهو يعلم أن هذه الشحنات تأتي كمجهود حربي، إذا هذه الحرب ستستمر إلى ما لا نهاية؟ آه بالضبط آه أنا كنت أوصل الليلة لا لا الخلاصة الذي الذي أنتِ وصلتِ إليها حقيقةً يعني، شكراً سبقتيني شوية في الموضوع انا اعتقد انه الجميع مستفيد من حرب اليمن، الجميع مستفيد يعني التحالف مستفيد انه تواصل يعني الحرب في اليمن حتى يكتمل يعني فكرته وتنضج يعني مشروعه الشرعيه يعني مستفيده كونها هي الحاكم ومستفيد يعني وهناك ايضا فساد في الشرعيه وما ننساش انه هناك فساد كبير جدا حتى في في موضع المشتقات النفطيه وتكلمت انا كثير عنه وما بيتم في عدن وفي المحافظة الجنوبيه وايضا الحوثي مستفيد لانه بيحارب يعني ومرتاح يعني مرتاح جدا يعني الان الذي بيدفع الثمن ويدفع الفاتوره هو الشعب اليمني الشعب اليمني هو الوحيد الذي يدفع فاتوره هذا الكارثه والذي احنا مثلا على سبيل المثال يعني كان الحوثي مثلا يستورد البرميل يعني بسعرها العالمي وما يدفعش عليه فلوس يعني بياخذ عليه ببلاش يعني ويوصل للميناء اليمني ويبيعه بضعف سعرها العالمي بمعنى انه كان على سبيل المثال للمواطن اليمني نقربها يعني برقم بسيط انه الدبه مثلا اللي يسموها اول ابو 20 لتر يعني حين, حين قلت انه لا يدفع فيه شيئا هل هل تقصد كان ثمانية نعم انه لا يدفع فيه شيئا هل تقصد لانها تاتي شحنات من ايران دعم له؟ ايوه نعم 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 وهذا هذا اللي انا تقصد انه يعني الموضوع برمته انه الحوثي هو ما بيدفعش فلوس هو بيستلم الدعم مباشر لانه بالنسبه لقضيه التعامل المالي مع الحوثي صعب جدا لانه بنوك العالم لن تتعامل مع الحوثي ولا يستطيعوا يدخلوا ولا واحد عن طريق اي تحويل او سوفت من اي بنك في العالم وبالتالي كيف يتم هذا التعامل؟ يرسلوا كميات من, من, النفط يتم بيعها على الشارع اليمني بسعر بضعفي سعرها بمعنى انه السوق العالمي بيع ب 8 دولار للدبه، هو بيبيعها بحوالي 15 دولار للدبه، اي ال 20 لتر الاسطوانه، يعني مبالغ مهوله جدا مم. يعني الضعفين هو لم يدفع شيء اصلا. وبالتالي فبالتالي هذا كميات. بالضبط يعني بالضبط وهو لم يدفع شيء يعني. نعم. وكل <applause> الذي بيدفعه بيدفعه المواطن اليمني، والغريب في ذلك انه من استطيع اقول من من مساوئ <applause> ما ما دا تدعي الامم المتحده واتمنى اصحاب الامم المتحده يسمعوني الليله انه بيتكلموا عن الوضع الانساني في اليمن يا سيدتي اسباب السبب الرئيسي لتفجير الشعب اليمني وموجه الغلاء وانهيار العمله في اليمن هي المشتقات النفطيه لماذا؟ لان هي السلعه الوحيده التي تسوق داخل السوق اليمنيه وبالتالي عندما تاتي كميات للحوثي يبيعها <applause> ومن ثم يتوجه إلى السوق وكمية الريال عنده كثير يقوم بطلب للدولار لأنه يحتاج دولار يشتري نواظير ويشتري الأجهزة تطوير الأسلحة المسيرة و... نعم. ويحتاج ويحتاج يعني كل, كل الحركة الخاصة. الاقتصادية هي يعني هي مرتبطة بالمشتقات النفطية فعلا ويعني أكيد أكيد نعم. يعني إذن اسمح لنا دكتور محمد فقط أن نعود لضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ محمد الأحمدي، الأستاذ محمد يعني التقرير يؤكد أن الوقود يأتي من بندر عباس في إيران ويصل بوثائق مزورة صادرة عن شركات إماراتية او يعني الوقود يحمل ايضا من عمان ما يعني هناك تواطؤ دولي لا ندري ما غايته او ما غرضه ما دلاله كشف مثل هذا التواطؤ في هذا التوقيت في حين ان الدكتور ايضا كما سمعت إلي يجد ان الولايات المتحده ايضا هي شريك فاعل في هذا الفساد شكرا اولا للدكتور محمد على هذه الايضاحات فيما يتعلق بكيفيه اداره الميليشيا الحوثيه لاقتصادات الحرب. اولا اود ان اشير الى انه للاسف الشديد بالفعل هناك سوء اداره لملف اليمن وملف اداره الحرب في اليمن بشكل عام، التحالف اليوم يهزم نفسه باليمن بسبب سوء ادارته لهذا الملف على كافه المستويات سواء على المستوى العسكري او على المستوى الاقتصادي والمعيشي او حتى على المستوى الاجتماعي. وبالتالي اولا اطاله امد الصراع في اليمن والذهاب باتجاه حسابات اخرى تخص مطامع بعض الاطراف داخل التحالف العربي او التحالف بشكل عام السعوديه والامارات تحديدا وطغيان هذه المطامع على ادائها وعلى سلوكها وعلى سياساتها في اليمن وعلى طريقتها في اداره ملف الحرب في اليمن كل هذا يصب في رصيد الميليشيا الحوثية ويعمل يعني على نجاح الميليشيا الحوثية في التأقلم مع ظروف الحرب وتحول آه نجحت الميليشيا الحوثيه اخت اسيا عفوا على الـ الـ اني آه اريد ان اكمل فقط الفكره، نجحت في آه التاقلم مع ظروف الحرب وتحويل آه الضغط العسكري احيانا والضغط الدولي والضغط السياسي الى آه آه طريقه او الى مشروع استثماري للميليشيا الحوثيه وعمدت منذ اربع سنوات او خمس سنوات من عمر الحرب الى بناء امبراطوريه ماليه ضخمه لهذه الميليشيا ولرموزها ولقياداتها من عناصر الكيان السلالي العنصري للميليشيا الحوثيه وهناك للاسف الشديد بحسب التقرير نفسه كان هناك شركه النفط التي هي مخوله باستيراد المشتقات النفطيه وعدد محدود من الشركات النفطيه لكن بعد سيطره الميليشيا الحوثيه على السلطه في صنعاء عمدت الى توزيع تراخيص لعدد كبير من الشركات النفطيه وكلها او جميعها او معظمها معظمها تابعه لقيادات ميليشيا الحوثيين وبالتالي هناك اليوم قطاع واسع من رجال المال والاعمال الذين اثروا من الحرب وتابعون لميليشيا الحوثيين وهم دخلاء على قطاع رجال المال والاعمال في اليمن وهؤلاء هم عصب الحياه للميليشيا الحوثيه والعمود الفقري لتمويل حروبها وإدامه صراعها بحق المجتمع المجتمع والمحيط الاقليمي وبالتالي للاسف الشديد نتحدث عن اخفاقات كبيره اولا للتحالف في اداره الملف باليمن وعدم استيعابه لخطوره ان تستمر المعركه في اليمن الى كل هذا الوقت او تستغرق كل هذا الوقت بينما هو التحالف السعودية والامارات ينشغل بتقاسم النفوذ في مناطق الجنوب والمناطق الشرقيه، ويدع الميليشيا الحوثيه تستكمل عمليه توطين مشروعها التدميري والطائفي والقمعي والارهابي في مناطق الكثافه الشماليه في الكثافه السكانيه في الشمال وهو وبالتالي المشروع الحوثي اليوم يحاول الاعتماد بدرجة رئيسية على الموارد المالية التي سواء الموارد المالية التي وضع يده عليها فور انقلابه على السلطة وهي كانت موارد هائلة من النقد الأجنبي الاحتياط النقدي في البنك المركزي أو الموارد التي كانت مخصصة للمشاريع والميزانيات التشغيلية وأيضا الموارد المالية الأخرى التي يجنيها خلال فترات خلال فترة الحرب أو مدة الحرب سواء من الرسوم الجمركية أو رسوم الشبكات الاتصالات أو غيرها من كافة الموارد التي يتحصل عليها ميليشيا الحوثيين أنشأت خلال فترة انقلابها أيضا حتى مكاتب جمركية على مداخل المدن الرئيسية نعم. تقوم بفرض إتاوات ورسوم جمركية إضافية نعم غير الرسوم التي نعم. يتم تحصيلها في المنافذ والموانئ البرية نعم. إذا عودة إليك دكتور محمد دكتور محمد يعني أود أن أسألك يعني ما هي القيمة الحقيقية لهذا التقرير؟ ما الذي سيغيره في المشهد بالضبط حين يتم المكاشفة بجزء بسيط من فساد الميليشيا؟ والله يا أخت هالشيء استطيع أقول أنه مهما 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 كانت التقارير أن لم يتبعها يعني خطوات يعني تفعيل لهذا الموضوع لأنه الان الموضوع واضح يعني وزي ما قلت احنا تكلمنا في الموضوع هذا من حوالي من سنتين يعني نعم وطرقنا إليه ووضحناه يعني اشياء كثيره يعني يعني قد ربما تجاوز حتى التقرير الذي كتبته الامم المتحده م. كان يفترض انه الامم المتحده يعني هي الراعي للمصالح الشعب اليمني في هذه الفتره بالذات على اعتبار انه الفرق المصارعه على الوضع اليمني أه لم تعد في, في يعني يهمها مصلحه الشعب اليمني يعني الان الوضع صعب والانهيار في منظومه المجتمع والانهيار في منظومه الدوله والانهيار في مفاهيم الناس حتى في 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 مواصله الحياه داخل المجتمع اليمني بطريقه طبيعيه يعني يعني واضحه للعيان يعني وبالتالي اعتقد انه الامم المتحده يجب أقل, اقل حاجه يجب انه تكون هناك ردود افعال تتجاوز القلق الذي احنا متعودين عليه يعني بمعنى انه ال ال الامم المتحده الان مفروض انه توصلنا الى نتيجه يعني بمعنى انه يجب توقيف هذا المهزله وال والحل بسيط انا مثلا لو لو, لو قالوا لي ما ممكن الكفته ممكن الحل اقول لهم اعيدوا شركه النفط اليمنيه للعمل بس شركة النفط اليمنية تعود إلى العمل نعم وتستلم النفط من السوق العالمية وتبيعه للمواطن اليمني من سيعيدها بالسعر العالمي أقول الحسين يعني نقول هم... أنه مدعوم إذا إذا كان الحوثيون مستفيدون من تعطيلها بهذا الشكل وخلق شركات جديدة, في؟ جديدة أ... يعني تقصد إنها قرار التعويم بإعادة, تعليم بإعادة, تعليم بإعادة الشركة؟ هل يلغى قرار التعويم حتى تستطيع الشركه العوده لي؟ والله هلا المشكله هد هد هو هل هو شوف يا اخت اسيا شوف الموضوع الموضوع هنا يعني ببساطه هو يا اما انه تعطي للحوثي المجال انه يعبث بال بال بالواقع اليمني او بالمجتمع اليمني ويعمل على تفكير لانه الحين الموضوع طالما الامم المتحده تتكلم على بطاله وعلى جوع وعلى فقر و إذا كان بيتكلم على هذا الموضوع في سبب رئيسي للتفجير في سبب يعني لتجويع الشعب اليمني طيب إذا كنتم بتكلموا عليه لماذا لا تتحدوا أو تجففوا منابع هذا التفجير أو التجويع لماذا يعني أنا هذا طالما الأمم المتحدة بتكلم عن هذا الموضوع فيجب على الأمم المتحدة أن تأخذ على يد الحوثي في هذا الموضوع بالذات بمعنى أنه يا جماعة أنتم تتوقفوا على هذا ويستطيع أنا أقول لك الأمم المتحدة تستطيع الأمم المتحدة تستطيع بمعنى متى شاءت إذا الأمم المتحدة بعد تقول خلاص لا ما فيش دخول أي قطرة نفط غير المشتراه من الشركة النفط اليمنية فقط تعود شركة النفط اليمنية من جديد لتمارسة عملها في هذه الحالة أستطيع أقول أنه بعدين الحوثي بيبقى خارج الساحة لأنه ما خلاص بعد انقطع عليه أؤكد ليش انه الحرب اليمنيه واللي المشاهدين الليله يعني الحرب اليمنيه لو نفذ هذا الجانب فقط سواء الامم المتحده او التحالف ومنع الحوثي بس انه يعني يحصل على الكميات هذه ما توقف الحرب على طول، لماذا؟ لانه الحوثي يتغذى وهذا هو شريان حياه الحوثي من هذا الكميات التي تصله يعني يوميا، لانه كميات رهيبه ويعني هي هي التي اوصلته الى المستوى القوي جدا يعني من مواصله المعركه والفرض ارادته على المجتمع الدولي انا اعتقد انه يعني زي ما قلت سابقا انه التحالف التحالف دوره في هذا الموضوع دور عجيب يعني غير غير انه يعني. راضي بهذا الموضوع بمعنى انه يعني على سبيل المثال انا لما بلتجا لا مثلا على الامارات ولا المملكه العربيه السعوديه ما بالعكس انا كنت مؤيد لهم تاييد يعني كبير يعني وتواجدهم وتدخلهم في اليمن م. ولكن انا بل انا بلاحظ الان انه ما قام به التحالف يعني كوارث في اليمن يعني وكانه يعني مرتاح لهذا الوضع بمعنى انه كيف تسمح دولة الامارات العربيه المتحده بان تشحن كميات باسامي منفست مزور من جبل علي الى اليمن، انا هذا يعني هذا يعني يعني نعم خاصة يعني وان يعني وانها ايضا هي تخسر في هذه المعركه هي ليست يعني في نهايه الامر يعني ربما الطلعات الجويه لها ميزانيتها، الجنود الذين يعني تضحي بهم، كثير كثير من الاشياء التي يعني خسارتها ايضا خسارتها لخساره اليمن بهذا الشكل ربما تكون هي اكبر الخسارات لديها، فلما تضحي بهذا هو هذا هو الان الان احنا يا استاذ يا اخت اسيا احنا في حاله ارباك حقيقه يعني لما نناقش الموضوع ونطرحه امام الجمهور آه بعض الجمهور يقول هذا يعني يتجنون على الالالالش... الشقيقه الامارات لانه شيء غير معقول أنا, انا انا بالذات انا اكثر الجماهير اليمنيه يعرفون ان أنا أنا انسان يعني بنتكلم يعني دغري و... وما لا خاف في الله لومه لائم يعني وبالتالي آه اذا كانت الامارات صح والله انا اول واحد اقول لها انتم صح وكلامكم الذي بتعملوا صح في اليمن لكن الذي حاصل الان انا لحد الان كل يوم وانا قاعد أسأل واقول ما هي مصلحه الامارات العربيه يعني في زعزعت امكانيات نجاح التحالف العربي في اليمن لماذا تم يعني كل هذا السؤال لماذا الإمارات تحاول ان تهزم التحالف العربي في اليمن نعم ما دعني هي دعني ما هي دعني يعني هذا السؤال دكتور أوكي. محمد هناك طموح نعم دعني أنقل تساؤلك هذا لضيفي هنا في الاستديو الاستاذ محمد فعلا لما تسعى الامارات الى زعزعه التحالف بهذا الشكل يعني انت قلت ربما هي اصبح التحالف يهزم نفسه بنفسه بصوره او باخرى صحيح. ما الداعي لكل هذه الخسارات شوف يا اخت اسيا والمشاهدين والضيف العزيز ان نحن في اليمن عندما جاء التحالف العربي لاستعاده الشرعيه ولدحر الانقلاب اعتبرناها صحوه عربيه وكان اليمنيون بكل فئاتهم في الحقيقه ملتفون حول التحالف العربي لاستعاده الدوله اليمنيه لانه من غير المقبول ان يقبل اليمنيين بمشروع طائفي عنصري متوحش كالمشروع الامامي بنسخته الحوثيه، اليمنيون شاهدوا جرائم الحوثيين منذ 2004، الحوثيون قادوا تمرد ضد الدوله اليمنيه ولهم تاريخ من العنف والجرائم والكذب وامتهان كرامه الانسان اليمني، وبالتالي لم يكن اليمنيون يقبلون هذا المشروع وخاصه انهم ايضا كان اليمنيون يستحضرون جرائم بشار الأسد في سوريا على سبيل المثال والبراميل المتفجرة وكان الحوثيون يهتفون باسم بشار الأسد وبالتالي كان المشروع واحد كما يبدو ولم يكن اليمنيون يتصور يوما من الايام ان التحالف بقياده السعوديه والامارات ان ينحرف عن اهدافه في اليمن في استعاده الشرعيه، كان اليمنيون يعولون ان تكون المناطق المحرره هي مناطق نموذجيه لعوده الحكومه الشرعيه بكل مؤسساتها لسياده القانون لصون كرامه الانسان اليمني لاحترام حقوقه لاعاده ترميم الآلام والأوجاع التي لحقت بالإنسان اليمني في هذه المناطق جراء عدوان ميليشيا الحوثية عليه كان اليمنيون يؤملون أن تتحول هذه المناطق المحررة إلى مناطق آمنة لعودة القنصليات والسفارات والمنظمات الدولية لكن الواقع اكتشفوا أنهم وكان لسان حالهم وكنا نقول دائما المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار يوما بعد يوم اتضح أن التحالف للأسف الشديد وخصوصا الإمارات غدر بالمجتمع اليمني ووجهت طعنة غادرة لليمنيين عندما عملت على عرقلة عودة الحكومة الشرعية ومؤسساتها بل عمدت بحسب تقارير الأمم المتحدة بما فيها التقرير الذي نتحدث عنه اليوم والتقرير السابق إلى تقويض سلطة الحكومة الشرعية وعمدت إلى بناء كيانات وتشكيلات عسكرية خارجة عن هياكل وزارتي الدفاع والداخلية وعن سلطه الحكومه الشرعيه ومول الذي في عدد ضد الحكومه بعد الشرعية هذه التقارير وبالتالي محمد. اتضح اخت اسيا ان هدف ان هدف التحالف بتدخله في اليمن إنه فقط هو محاولة للاستمرار في الثورة المضادة لأنهم عملوا على محاربة كل القوى التي كان لها دور في ثورة فبراير السلمية وكان الهدف من الانقلاب اتضح بالفعل أن التحالف والسعودية والإمارات تحديدا دعموا ميليشيا الحوثيين في الانقلاب على السلطة الشرعية وخلقوا ذريعة لتدمير اليمن ولشن الحرب بذريعة مواجهه الانقلاب لكن اتضح ان الهدف الرئيسي والى اليوم يتضح كل يوم ان الهدف هو فقط استئناف عمليه الثوره المضاده لسحق كل محاوله لليمنيين لبناء دوله ذات سياده وحكم رشيد وقانون وعداله وبالتالي اليوم نلاحظ ان المناطق المحرره فيها فوضى وانفلات امني نعم وعصابات مسلحه خارجه عن سلطه الحكومه الشرعيه لم تعد القنصليات ولا السفارات ولم تشتغل المنظمات الحقوقيه وهناك شبكات سجون سريه وهناك مرتزقه استأجرتهم الإمارات لتنفيذ عمليات اغتيالات بحق النشطاء السياسيين والمعارضين الذين تعتقد الإمارات أنهم بالفعل لديهم سابق في الثورة المضادة أو في الثورة الشبابية السلمية أو لديهم أنشطة لا تتفق مع توجه الإمارات لبناء أنظمة ذات توجه قمعي للشعوب العربية وبالتالي بات واضحا أن التحالف اليوم في اليمن بعيد كل البعد عن هدف استعادة الحكومة الشرعية وعن دحر الانقلاب بل بالعكس هناك نوع من التخادم كما هو واضح بين التحالف كما يبدو وبين ميليشيا الحوثيين الميليشيا الحوثيه كل يوم كما قلت توطن مشروعها في مناطق الكثافه السكانيه في كافه المجالات وتعمل على تجريف الهويه الوطنيه فهم. وعلى تجريف ديموغرافي واسع وعلى التحكم حتى وتغيير المناهج التعليميه والعبث بهويه الشعب اليمني والتحالف العربي للاسف الشديد بقياده السعوديه والامارات يعمل على تقاسم النفوذ في الجنوب والسيطره على الموانئ والمنافذ بشكل او باخر واقصاء الحكومه نعم, نعم. اذا الدكتور محمد يعني هذا التقرير ليس الأول ولن يكون الأخير من لجنة الخبراء الدوليين تحدث في أكثر من مرة عن ما تعمله الإمارات السجون السرية تمويل الميليشيا وكثير من النقاط وهذا التقرير ربما يقوي الحكومة الشرعية لكي تطالب المجتمع الدولي أو تضغط على المجتمع الدولي بالعديد من الإجراءات هل الحكومة اليمنية قادرة على مثل هذا التصرف أو ما الذي بيدها أن تعمل وهي تجد في كل مرة أن كل تقرير يوضح يعني غلو الفساد وابتعادها كل البعد عن هذه عن هذا الحكم من, من من الناحية النظرية يبدو أنه ال السؤال السؤال منطقي يعني بمعنى ماذا يجب ان تقوم به الحكومه الشرعيه؟ ولكن الواضح من خلال الواقع التنفيذي الذي نلاحظه في الساحه انه وجهه نظري، هذا وجهه نظري الخاصه لا يعني انه الحكومه الشرعيه هي خارج اللعبه هذه تماما، خارج لعبه اليمن تماما، الحكومه الشرعيه بكل صراحه عاجزه وفاسده ولا تمتلك مقومات نجاح على كل الاصعده بمعنى انه لو 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 ركنا وانا اذكر الليله جد الليله معاش في هذا الموضوع وفي هذا اللقاء في انه باجي لقاء ثاني بتكلميني عن الموضوع هذا واقول لك انه لا 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 اسمع لو حيه ولكن لا حياه الا الحكومه الشرعيه غايبه تماما عن الموضوع وليست في هذا الصدد الحكومة الشرعية هي جزء من المثلث الذي يسميها أنا مثلث الفائدة لماذا هذا الغياب أنا أنا يعني أستاذ الدكتور محمد في في المثل المثلث الفائدة هذا يعني عبارة عن التحالف وحكومة الشرعية والألحوثين نعم. هذول الثلاثة مستفيدين من الحرف في اليمن وبالتالي إذا كانوا المستفيدين الثلاثة الأركان هذا ولا أنا مستحيل إنه ماذا يعني الحوثي هل سوف يعمل على إنهاء الحرب وهو الآن أصبح البارونات المالية الذي عملها علي عبد الله، علي عبد الله صالح عمل بارونات مالية في 33 سنة بينما الحوثي الآن يعمل بارونات في خلال ثلاث سنين أقولها بكل صراحة نعم <applause> الان الـ الـ الشرعيه فساد الشرعي الموجود يعني في مجال في المشتقات هذا في المشتقات النفطيه فقط يعني نعم اذا يعني, يعني اذا كان, إذا كان في كل مصالح شخص في الفتره اللي عايش نعم اذا كان كل طرف كما تقول مرهونا بمصالحه الدكتور يعني كيف بمن يامل الشعب الجائع والمجوع بشكل او اخر والبلد مرهون ببارونات نفطيه يعني في كل اتجاه للاسف شوف احنا التعويل انا اعتقد ان التعويل في النهايه يجب على 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 حركه شعبيه تدافع عن 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 عيشها لانه الان الذي مصاب في في هذا العمليه هو الشعب اليمني يعني الشعب اليمني من اقصى الى اقصى هو المصاب في الموضوع هذا اما مثلث الفائده فهم يعني هم كل واحد الان هم لا للعلم انا ايش ليش حاجه واحده واللي الاخوان المشاهدين الحرب اليمنيه لن تقف ولن تنتهي هذا الازمه والحرب لا من وجهه نظري ليس زي ما يقولوا ولكن لانه المستفيدين هم المسيطرين على اللعبه بالكامل بمعنى التحالف من جهه الشرعيه من جهه الحوثي من جهه هذا هم مسيطرين على المعركة وبالتالي هؤلاء هم مستفيدين من المعركة وعليه من الصعب جدا أن تقف المعركة إلا في حالة واحدة وليس تحريض أنا ليس تحريض هذا من حقنا أن أنا أدعو الشعب اليمني لأنه يبدأ لأنه يعي هذا الموضوع وخصوصا وخصوصا نعم ما تبقى من كيانات الأحزاب الوطنية بمعنى كيانات الاحزاب الوطنيه وهي مثلا المؤتمر الشعبي العام والاصلاح والاحزاب الفاعله في الساحه اليمنيه هذا يجب ان يصحوا هؤلاء يجب ان يعودوا من جديد الى عقولهم ويجب ان يعودوا الى تنفيذ واقع وطني نعم لأن الحكومه اليمنيه والشرعيه انا اعتقد ان هي في النهايه هي جزء من من المصيبه وليست جزء من الحل صحيح الحل وه وهذا ما يحدث اذا توافرت وتضافرت نعم اسمح لي دكتور فقط الإمكانيات أي... نعم ان يعني اختم بسؤال للاستاذ محمد الاحمدي اذا امتدت برايك استاذ محمد يد الامم المتحده الى ميناء الحديده واستطعت ان تحكم سيطرتها عليه هل يمكن ان يجف او يعني يخف مواطن الفساد التي توجد في خاصه مسائل النفط وما الى ذلك اخت اسيانا اتفق مع ما ذكره الدكتور محمد انه على اليمنيين ان ياخذوا على عاتقهم مساله استعاده دولتهم وبلدهم ووطنهم والا يعولوا على احد الحكومه الشرعيه اصبحت مرتهنه بالفعل وضعيفه وقاصره والامم المتحده لم تعد محل ثقه للاسف الشديد، والاليات التابعه للامم المتحده تعمل كجزر متناثره، هذا الفريق يتحدث عن شيء، بينما المبعوث الاممي يمارس سياسه التدليل بحق الميليشيا، واليوم هو في صنعاء يزور زعيم الميليشيا الحوثيه، وربما سيقدم احاطه كعادته الى مجلس الامن غدا فيها الكثير من المغالطات، اود ان اشير فقط حتى لا يعني الى نقطه مهمه اشار اليها التقرير وهو حديثه عن شبهه اغتيال الصحفي اليمني الاستقصائي. صحيح. محمد العبسي وكنت اتمنى ان يكون حاضر خلال النقاش لكنه بالفعل كنا قد تناقشنا سابقا اذكر في المساء اليمني في ذكرى اغتيال الصحفي العبسي رحمه الله عن دوره في فضح فساد الميليشيا الحوثيه و تم اغتياله بطريقة غامضة واليوم التقرير الأممي يوثق لهذه الحادثة وبالتالي هذه الميليشيا الحوثية ميليشيا دموية أسكتت هل يمكن أو تسكت تتوقف كل صوت يحاول البحث عنها تم السيطرة على الميناء؟ هل يمكن عفوا ان تتوقف هذه الميليشيا اذا ما تم السيطره اعتقد انه ممكن. من حق اليمنيين ان يستعيدوا كل شبر في اليمن بما في ذلك الموانئ ميناء الحديده وغيرها من الموانئ وان يكونوا هم المعنيون باداره هذه الموانئ والا يسمحوا باي محاوله لسرقه انتصاراتهم او لسباق نفوذ لدول اقليميه ومطامع نعم. في إذن الموانئ إذن للاسف والجزرين. ادركنا الوقت شكرا جزيلا لك دكتور محمد الزوبه الخبير الاقتصادي كنت معنا عبر الاقمار الاصطناعيه من عدن شكرا لك ايضا استاذ محمد الاحمدي الصحفي والناشط الحقوقي كنت معنا في هذه الحلقه هنا في الاستوديو وهو كذلك لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم لأن التقيكم في مساء من جديد كونوا برعايه الله وامنه